الهيئة والأسلوب والطريقة والعصبية والاندفاع والستايل والشكل ليها حكمها، يعني من خلال اللي أنا قلته كله ده بنقدر إن احنا نقيم ما شاء الله علينا احنا في التقييمات ونحكم على الشخص اللي قدامنا. باختصار في أبراج كده الهيئة والستايل بتاعها يبينها لك إن هي شريرة قوي، ولكن صراحة وده اللي انت ما تعرفوش من داخلها بتكون بافتة بيضة طيبة قوي. يلا بينا. اهلا باجمل ناس في الدنيا واجمل عيله، وحشتوني. توقعوا بقى معانا اكتر 5 ابراج، وهم ال5 ابراج اللي في الابراج كلها تحديدا اللي ممكن ينطبق عليهم الكلام ده. تشوفهم كده وتشوف طريقتهم تحس ان هم يا ساتر يا ساتر استر، انما اللي ما تعرفوش ان هم من جوه طيبين قوي قوي وقلبهم ابيض قوي. توقعوا بقى واكتبوا في التعليقات، لان انا بقرا كل تعليقاتكم. وجديد عرفنا بنفسه نرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك. وعندنا قصة مهمة قوي النهاردة على قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته. صديقة لنا هتتجنن، بتقول بعد حب 7 سنين وحصل موقف كده لقيته بيقول لي كفاية لحد هنا، وجه الوقت ان انا اشوف حد تاني، اشوف حاجة تانية. وبعد كام سنة ورفضت هي الجواز، راجع بشكل يطلب منها اغرب حاجة ممكن ان انتوا. المهم ان القصة دي يعني قصة فيها دروس مستفادة او كتير ممكن يتعرض ليها من البنات، فانضموا وتابعوا عشان ارائكم مطلوبة في القصة دي، او على الاقل الاستفادة من نصيحة. اللي على اليوتيوب يروح على القناة على اليوتيوب، هسيب الرابط. واللي على الفيسبوك احنا عملنا صفحة للقناة دي على الفيسبوك، اشتركوا يعني وانضموا. كل ليلة تقريبا احنا معانا قصة مثيرة قوي وفيها ثواب كبير قوي وفيها إفادة كبيرة قوي ونصيحة. هندخل بقى في موضوع حلقتنا. مين توقع في المركز الخامس؟ هو العذراء، رجل أو أنثى. ليه بقى يا أبو زيد؟ أقول لك أنا، العذراء يعني من الأبراج اللي صعب إن هي تاخد على حد بسرعة، وصعب إن هي تنخرط في يعني حياتك بسرعة. مش من أول تعارف كده يديك الأمان وياخد عليك ويهزر ويخرج معاك وتبقوا صحاب، تبقى انت واهم قوي لو دي فكرتك عن برج العذراء. كمان العذراء عنده حتة تجاهل على تناكة احيانا مقصودة وغير مقصودة، مع تجاهل مستفز في احيان كتيرة، وناقد ولسانه حاد خاصة الانثى يعني. فممكن انت بقى من خلال ده تشعر ان العذراء ده شرير ومفتري ومجرم. ولكن تعالى بقى على الجانب الداخلي اللي انت ما تعرفوش، من اكتر الابراج اللي عندها ورع، ومن اكتر الابراج اللي عندها يعني خوف من ربنا، ومن اكتر الابراج اللي من جواها بس ما بتحبش ان هي تبين، تتعاطف مع اي حد وما تحبش ابدا الظلم ولا تظلم اي حد. اذن العذراء في المركز الخامس. وفي المركز الرابع في برج بيبان شرير اكتر واكتر، ولكنه برضه من داخله طيب، هو الحمل الناري. ما انا طيب، بصوا لي كده بالله عليكم، ما انا طيب يعني المنظر مش طيب، بس اللي تعامل معايا ومتابعني بقاله سنين عرف ان انا طيب. صح ولا انا بتكلم غلط؟ اكتبوا لي في التعليقات وانا هقرا يعني. فالحمل الناري رجل او امرأة، وهو برج الحمل، بس المشكلة ان هو عصبي مندفع ناري ويحب ياخد برستيجه ووضعه ويحب اللي يديله قيمته قوي، وممكن بيقلب الترابيزه وبيتجنن كده ساعة غضبه، ويعني حتة شجاعة زايدة قريبة من التهور. فده ممكن يخلي الناس في البداية تقول عليه، أو مش في البداية، من الهالة والمنظر كده، ده شرير قوي، ده صعب قوي. إنما والله من داخله طفل، طفل يحبو يعني. أنا داخلي في طفل يحبو، طفل كده بريء، حتى لما تبص لعيوني انا كحمل بضرب مثال على نفسي تجدها تشع بالبراءة يعني. ركزوا كده في براءة، والحمل حتى معروف ان هو عنده سنة براءة ومن داخله يعني من الابراج اللي هي طيبة جدا. اعلى في المركز الثالث في برج بيبان ممكن اشر اكتر، بس هو في درجة الطيبة اعلى، عشان كده جه في الثالث يعني. هو بيبان ممكن عفريت وشرير قوي ويعني ولكن في درجة طيبته اكتر من الحمل والعذراء. هو القوس
النار رجل او امراه، تلاقي بنوته القوس صوتها عالي، صوتها عالي قوي، وتضحك وتهزر وما تسيبش حد في حاله، وتنكش ده وتهزر مع ده، ويعني تعمل مقلب في ده، وتقلس على ده، وتقول نكته على ده، هي كده وسريعه وداخله في كل الحوارات، والبديهه بتاعتها حاضره وحاجات كتير قوي، فتقول عليها ده عفريته قوي، ده يعني مش سهله اطلاقا. انما تعالى من جوه قلبها قلب خصايه. والرجل برضه رجل القوس غلبان، خلي بالكم برج القوس ده يعني من داخله غلبان، سيبكم من الشو اللي هو بره، هو بيحب ان هو اللي جواه يطلعه، لذلك ممكن تلاقي لسانه حاد فتحس ان هو صعب، تحس ان هو في الحتة دي صعب، انما من داخله ده اللي انت ما تعرفوش بقى قلبه قلب خصاية اطلاقا، وخاصة رجال القوس، يعني رجل القوس ده حدث ولا حرج، يعني قلبه بفتة بفتة من جوه. في المركز الثاني في برج اشد في الموضوع ده، وصدقوني يعني القوس مش شيال، يعني ابراج ما عندهاش حتة الانتقام عالي، وينسى مهما انت عملت فيه، خلاص اتكلمنا نسي بقى ايه اللي حصل اليوم بيوم، مش شيالين، مش بيخزنوا، كمان دي من العوامل القوية اللي بتجيبهم معانا في حلقة النار. تلاقي الجوزاء، ولنا في انثى الجوزاء اكتر بنوتة في الابراج كلها قلبها ابيض، هي انثى برج الجوزاء دي من جواها، ولكل قاعدة استثناء، تبقى متخانقين وضاربين بعض، ويعني مقطعين هدوم بعض، وعدى الوقت خلص الموقف وجمعنا موقف لذيذ بضحكة بابتسامة، نسيت كل حاجة. ورجل الجوزاء بس الأنثى أشد، يعني قلبها من جوه، وقلب رجل برج الجوزاء من جوه قلبه مفيش أبيض من كده، رغم بقى تلاقي إيه في حتة برضه تناكة، وفي بقى الشقاوة على عفرطة على دلع، وهم أذكياء وولاد لذين ويعاملوا أي حد، إنما تعالى من جوه ده اللي هيبان لك بقى من بره إن البرج ده يعني ما فيش أشقى في الدنيا من كده، ولا أكثر إجراما من كده، إنما من جوه تعالى بقى الوضع مختلف تماما. دلوقتي موعدنا مع المركز الأول، مين بقى ذكي جدا كتب في التعليقات دلوقتي مين هيتصدر الابراج كلها في النقطه دي، اكتر برج رجل او انثى يبان عليه ان هو شرير قوي انما من جوه صدقوني طيب قوي. اتفضل يا جلاله الملك. لا عجب اطلاقا ان يكون برج الاسد الناري هو اكتر الابراج اللي تشوفها تحس ان هي يعني هولاكو جنكيز خان قائد التتار، صدقوني يعني، وهو لازم وهو متهم بكده، واللي ما يعرفوش يعني وتخاف منه، يعني برج الاسد انت بتخاف والله من جواه كده، سيبك من الهاله اللي بره دي، سيبك من شعر الاسد اللي هو مخوفك، الهاله قطه، انثى الاسد دي من جوه قطه، بس اللي يفهم بقى، والتعامل مع انثى برج الاسد له مزخص، اللي هو الانثى القويه اللي هي الانثى الشديده الأنثى الجريئة، لما بتحب حد كده قمة المتعة بقى، وتلاقيها قطة بين إيديك أنت، يعني القوة دي كلها الهالة دي كلها معاك أنت، لما ونقطة ضعفها ما تحب، مع إنها بتبيع بسهولة وتدي بالشبشب، وأنا عارف أنتوا بتزعلوا لما أقول إن أنثى الأسد بتدي بالشبشب، فأنا ما عدتش هقول تاني إن أنثى الأسد بتدي بالشبشب عشان أنتوا ما تزعلوش مني، رغم إن هي بتدي بالشبشب، بس أنا عشان أنتوا بتزعلوا مني مش هقول إن أنثى الأسد الناري من أكتر النساء اللي ساعة عصبيتها بتدي بالشبشب، مش هقول تاني إن أنثى الأسد بتدي بالشبشب، إنما رجل الأسد أو أنثى الأسد برج الأسد تحديدًا بيتصدر كل الرجال أو كل الأبراج عفوًا في حلقة النهارده، ويعني ما تظلموش بقى الابراج دي، اعرفوا صدقوني ان الموضوع هاله مش اكتر، انما من جوه قلب ابيض قوي زي البفتة. اكتبوا لي بقى رايكم في الحلقه وارائكم، لان انا من عشاق قراءه تعليقاتكم، واي حد بعت لي انا ما رضيتش عليه انا بعتذر جدا والله، يعني حب كبير قوي ورسائل كتير قوي، فانا على قد ما اقدر بقى بحاول ان انا ارد رجاء ما تزعلوش مني، واي حد بتشوفه فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد نصاب اوعوا ان انتوا تثقوا فيه، وتابعونا بقى على القناه التانيه اسال محمد وعيلته، لو انت على اليوتيوب القناه موجوده، لو انت على الفيسبوك انا هسيب الروابط
في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات تنزل هتلاقيها برضو، التعليقين هتلاقي تعليقين كده، اليوتيوب والفيسبوك. اشتركوا عشان يا اما تفيدونا بارائكم، يا اما تاخدوا النصيحه من قصه النهارده، لان صديقتنا ده طلب شخصي صدقوني منها، قالت عايزه اكبر قدر رجاء ينصحني ويتفاعل معايا. والى اللقاء.